السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع اللي هنتكلم عليه في فيديو النهاردة دواء جديد أول مرة نستخدمه في علاج الإسهال عند الحمام. احنا استخدمنا أنتينال شراب، لكن هنستخدم المرة دي أنتينال أقراص أو كبسولات، اللي هو ده مضاد بكتيري معوي لعلاج الإسهال، يعني مطهر معوي وبيعالج الإسهال كمان ده، وقد يكون إن هو يمنع الجفاف أيضا، يعني مفيد جدا. والدواء ده أنا جربته، الدواء بتاعه الشراب يعني مش هقولك جاب نتيجة في من أول يوم، في يوم واحد جرب حضرتك هتلاقي من أول يوم بيجيب نتيجة معاك في علاج الإسهال. بما إن ناس كتير بتشتكي الأيام دي من وجود الإسهال في الحمام، سواء سلمونيلا إسهال أخضر أو إسهال عادي، ده بينفع في جميع أنواع الإسهال. ومعه كمان دواء تاني هقول لحضراتكم عليه. طيب هنقول سعر الدواء زي ما حضراتكم بتحبهم. ده سعر الشريط اللي هو انتينال اقراص ده او كبسولات، سعر الشريط 10.50 جنيه، زيه زي الازازة الدواء الشراب زي ما دي، كمان سعرها 10.50 جنيه. لكن هو الاقراص ده او الكبسولات فيها 2 شريط، يعني العبوة كلها ب21 جنيه، تمام اهو. زائد ان احنا بنعطي معاهم سيدوستين، ده نخلص كمان الاسعار كلها. سيدوستين ده بكام اهو؟ ب4.75 جنيه، اهو 4.75 جنيه، تمام واضح اهو، تمام. طيب نبدأ الطريقة، هنعمل ازاي؟ هنجيب لتر مية اهو، ده اللي احنا عملناه في فيديو سابق انتينال شراب، اللي شاف الفيديو التاني هيكون عارف، لكن في ناس كتير ما شافتوش، يعني اللي ما شافش الفيديو التاني هيستفاد جدا من الطريقة. طيب هنقول ده اللي هو الشراب، بنستخدمه ازاي؟ بنعطي لمدة 3 ايام، كل يوم بنعطي 12 ساعة لحد العلامة دي 5 سنتي، اهو العلامة 5 10 15، 3 علامات. هنأتي أول علامة 5 سنتي على اللتر اللي هو المسقة بتاعتنا دي أهو، وصلنا لحد العلامة الأولى 5 سنتي أهو، تمام. هو أنا مجهز المية أهو، ما نضيفة جدا يعني، محدش يقول أنا غسل المسقة، أهم حاجة غسيل المسائي وتطهيرها طالما فيه مرض منتشر عند حضرتك، او دائما يعني ده وقاية للحمام ان انت تكون غاسل مسائي كويس قوي، ده افضل شيء. اهو نقلبه، انا غاسل المسقة وحاطط مية فيها نظيفة، هو بيكون لون كده العصير البرتقال، ده بنعطيه 3 ايام لمدة 12 ساعة بس. طيب كل يوم 12 ساعة من ده و 12 ساعة نبقى دي، و 12 ساعة سيروستين، تمام 12 ساعة سيروستين. طيب ده بنستخدمه ازاي؟ اللي ما شافش الفيديو هنوري له تاني، لكن هي الموضوع النهاردة علشان نوريكم الاقراص دي بتستخدم ازاي بدل الشراب. طيب معانا علبة هي التانية اهو، ده شكله سيروستين، سيدوستين شراب اهو، اقراص لونها اخضر زي كده. العلبة ب4.75 جنيه، فيها 12 قرص، 4.75 جنيه كبسولتين، يعني شريطين، اقصد شريطين، شريط 6 زي كده، هنشيل قرصين اهو او كبسولتين، افتحهم في لتر المية اللي باين قدام حضراتكم ده اهو، افتحها ما احطهاش كده، افضي البودره اللي جواها زي كده، الدواء ده تمام باين على وش الميه، هو سيبها كلها كده حتى يعني مش مشكله، الحمام مش هيشرب الميه ويسيب البودره. التانيه اهي القرص التاني اهو،
نقلبهم جيدا. ده انا بوري لحضرتك، لكن انت مش هتعملهم مع بعض كده. انت هتحط ايه، دي او دي الاول، 12 ساعة من دي و12 ساعة من دي لمدة 3 ايام. هو هيجيب نتيجة معاك من اول يوم، لكن كمل ان شاء الله يعني، لكن كمل الثلاث ايام. قلبه كويس، قلب جيدا تقليب جيدا كده، ونقدمه للحمام 12 ساعة لمدة 3 ايام. بكرر 12 ساعة لمدة 3 ايام و12 ساعة من ده لمدة 3 ايام. طيب خلصنا الثلاث ايام والحمام خف من الاسهال، تمام. نعمل ايه بعد الثلاث ايام من الاسهال من وخف الاسهال؟ تمام، هنعطي رافع مناعة. انا بشتري رافع المناعة زي ما حضرتك شايف اللي انا قلت عليه قبل كده في فيديوهات سابقة، جروفيت بلس. انا بشتري الازازة دي لغاية حتى العلامة دي مش كلها في 20 جنيه، تمام، جروفيت بلس او سيلينيوم، دول اللي انا دايما بستخدمهم عندي ودايما يكونوا موجودين. ده بيزود انتاج الحمام السيلينيوم، وحضراتكم عارفين فوائده. بعطي سنت في الميه من ده او من ده، او ساعات احط مسقه من ده، لان التربيع عندي جماعي، احط سنت من ده في مسقه والتاني سنت منه السيلينيوم برضو. يبقى جروفيت بلس، احفظ الاسم ده كويس، لازم يكون عند حضرتك الجروفيت بلس والسيلينيوم ايضا المستورد مش المصري، العبوات الكبيره اللي بيعبوا لنا منها سايب زي كده بالسنتي، تمام. يبقى كده اعطي منه 3 ايام رافع مناعة بعد ما الحمام ان شاء الله يخف من الاسهال. طيب هو موضوعنا بقى اللي هو ده، حضرتك بتستخدم ده ازاي، انتينال الاكراس ده. لو حضرتك مربي كل جوز اهو ازاي شكلها، شكل الكبسولة جميل ازاي. طيب لو حضرتك مربي كل جوز في عيون في سلكات، كل جوز في سلاكة، يبقى تمسك الحمامة تفتح القرص كده اهو، ما تحط لهاش بقى مية، حط لها مباشر في الفم مباشرة اهو. القرص انا جبت القرص اهو في ايدي اهو، نجيب الحمامة اهو، جبنا حمامة زي ما حضرتك شايف كده اهو، نفتح ونديها كل يوم واحدة من دي لمدة 3 ايام في الفم مباشرة زي ما هو باين كده عند حضرتك اهو. انا فاتح اهو بقها، حطها لها، اتأكد انها نزلت، تمام. ده بالنسبة للي مربي كل جزء في عين يستخدم انتينال ده، تمام. وايضا ممكن يستخدم القرص مباشرة في الفم ال 12 ساعة التانيين، لكن انا مش هدي الاثنين مع بعض، هات القرص من ده وقرص من ده، ده 12 ساعة وده 12 ساعة في اليوم. سيب الحمامة كده، يكون خلصنا موضوع الاسهال للحمام. طبعا انا هسيب لكم روابط الفيديوهات دي اللي هي الانتينال في علاج الاسهال، انتينال والسيدوستين. هو مطهر معوي من الدرجة الاولى لعلاج الاسهال الحاد الناتج من كافة انواع العدوى البكتيرية حضراتكم. وهسيب لكم ايضا الرابط بتاع جروفيت بلس والرابط بتاع السيلينيوم، تمام. نتمنى نكون حضرتك استفدت في علاج جميع انواع الاسهال. نرجو تكون استفدت حضرتك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، وشارك الفيديو لو عجبك. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Thank you.